وإذا الجبال تحولت عن أرضها عن حبنا لله لا نتحول. وإذا الجبال تحولت عن أرضها عن حبنا لله لا نتحول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قد طلبت من الأختين الأستاذة آمنة والأستاذة سامية الريح أبو دريس أن تكتبا مختصرا لسيرة والدهما لننتفع ونرتفع جميعا بهذه السيرة البازخة العابقة الممتلئة بالخير والنور والبركة. كتبتا: الوالد الريح أبو دريس درس القرآن بخلاوة دوينيب جنوب الحصحيصة، وحفظ القرآن قبل سن العاشرة، ثم انتقل إلى أم ضبان وعمل بتحفيظ القرآن هناك بخلاوي أم ضبان. بعدها رحل إلى مدينة ود مدني حيث درس المرحلة المتوسطة المعهد العلمي. التقى الوالد بالأستاذ محمود محمد طه لأول مرة في ود مدني في مناظرة بين الأستاذ محمود وشيخ المعهد، وبهر الوالد بعلم ومعرفة الأستاذ محمود محمد طه، والتزم الفكرة الجمهورية في العام 1954. تعرف على الإخوان الأستاذ سعيد الطيب شايب والأستاذ الباخر الفضل والإخوان بمدني، حيث أصبح يقضي كل وقته خارج الدراسة في معية الأخوان الجمهوريين والحركة في ود مدني. بعد أن تخرج في المرحلة المتوسطة انتقل إلى الفاشر لتكملة المرحلة الثانوية، وكان من زملائه هناك الأستاذ الأمين أحمد نور. بعدها التحق بجامعة أم درمان الإسلامية، وفي أم درمان كثف نشاطه في الحركة، فقد كان يسكن في دار الحزب الجمهوري قبل إنشاء بيوت الأخوان، وكان رفيقه في الدار الأستاذ عبد اللطيف عمر. تخرج من جامعة أم درمان الإسلامية سنة 1965، وتم تعيينه بالتدريس في 18 نوفمبر 1965، وكان أن عمل بمحافظات ومدن كثيرة، أولها مدرسة الحواتة، وكان من تلاميذه الأستاذ محمد مجذوب فضيل والأستاذ إبراهيم بركات، ثم في مدينة الكوة، وكان برفقة الأستاذ علي لطفي عبد الله وأسرته الكريمة، ثم عمل برفاعة، وقد كان دائما الحركة فيها برفقة أخوان وأخوات رفاعة، ثم انتقل لمدرسة خورطقة الثانوية في الفترة بين 1974 و1978، وكان من زملائه الأستاذ النور محمد حمد، حيث كان معلما للفنون في المدرسة، وقد كانوا ينتمون لحركة الإخوان وأخوات الأبيض مع الأستاذ عبد الرحيم محمد أحمد في إجازة آخر الأسبوع. أخيرا رجع لمدينة ود مدني واستقر بها منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي حتى تقاعد في العام 2001. أثناء فترة عمله بالتدريس وتنقله كان يشارك في حركة تنظيم الإخوان الجمهوريين المحلية حسب مكان الإقامة، وفي الإجازات كان يواظب على السفر إلى أم درمان لملاقاة الأستاذ محمود محمد طه وللمداومة على المشاركة في الوفود وحملات توزيع الكتب، وخاصة في فترة إجازة الصيف. وفي فترة الاعتقالات الأخيرة في 1984 كان اعتقال الوالد الريح أبو دريس في سجن مدني برفقة أستاذ الباقر الفضل والباشمهندس عز الدين مرغني والأستاذ دفع الله موسى والأستاذ عبد الباقي فضل الله والأستاذ معتصم محمد الحسن. لم تنقطع أبدا وشائج المحبة والتواصل اليومي والأسري مع أفراد المجتمع الجمهوري حيثما أقام وسكن، حتى كان يوم انتقاله الحزين إلى بارئه في 17 يوليو 2024، حيث تم تشييعه
في موكب مهيب من الأخوان والأخوات إلى برزخه العامر بمدينة كامبالا ليكون نواة للفكرة الجمهورية هناك. التشيع قاده الأستاذ محمد عبد المالك مع كوكبة عامرة من الإخوان والأخوات وبناته إشراقة وسامية وأسماء وشذا وابنه محمد وأحفاده فاطمة وآمنة وبتول. نفعنا الله جميعا بسيرة رجل عظيم من بواكير الأستاذ محمود محمد طه. إني أمور أمور يقول لي المعشوق لا تخشى بعد ذا حجابا ولا طردا فعهدي متمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.